19 من تموز هو كان بداية الثورة، هو كان يوم الثورة العالمي الذي انطلقت منه ثورة 19 من تموز لتحرير المناطق التي لطالما كانت تحت حكم العديد من الجماعات والفصائل المسلحة، وتلاها أيضا تنظيم داعش الإرهابي الذي سيطر على المنطقة وبسط نفوذه وإرهابه العالمي الذي أذاق لأهالي هذه المناطق الويلات والعذاب، وبالأخص من كان يعاني من تنظيم داعش الإرهابي بشكل خاص هي المرأة، حيث رغم كل المعاناة والتهميش الذي كانت تعاني منه المرأة في هذه المناطق، إلا أن جاء تنظيم داعش لمحو هوية المرأة وإنهاء وجودها في هذه المناطق، مما فرضه من حزمة من القوانين والتشريعات التي كان يصدرها على المرأة، وكان يمحي هويتها لتكون المرأة هي ليست سوى وسيلة لتربية الأطفال، ويأتي أيضا على قمع المرأة وإرادتها لعدم خروجها حتى من المنزل بدون أن يكون لديها محرم أو يكون لديها أي حق بممارسة أي حق من حقوقها ضمن المجتمع. طبعا وبعد هذه الحقبة وهذه الأيام السوداء التي عانينا نحن منها في ظل 4 سنوات متتالية، جاءت ثورة 19 من تموز، وابتداء من الحرب التي أعلنتها داعش على مدينة كوباني، مدينة المقاومة ومدينة الصمود التي كانت بها هي المقاومة من أبناء من بنات أهالي كوباني، حيث تصدوا لأكبر تنظيم عالمي ألا وهو داعش الذي كان يرهب العالم بجرائمه وترهيبه بقطع الرؤوس بالقتل بالجلد بالتعذيب والتشريد أيضا وانعدام الحياة الاجتماعية. جاءت حرب كوباني لكي تكون هي بداية النهاية لداعش، عندما أخذ وأعلن الحرب كانت هناك مقاومة عظيمة وكبيرة جدا، وراح ضحية هذه المقاومة العديد والمئات والآلاف أيضا من خيرة بنات وشباب كوباني وأهل كوباني لتصديهم لهذا الإرهاب وحصرها بالأيام الأخيرة التي كانت ستكون النهاية، ولكن مقاومة الأهالي ووقوفهم في وجه هذا الإرهاب العالمي كان الانتصار الحقيقي على أكبر تنظيم عالمي، حيث من هنا بدأت ثورتنا وبدأ بصيص الأمل يحيى لدينا نحن في هذه المناطق. كنا نراقب من بعيد كيف تأيل الأمور، كيف هذه الحرب ستنتهي، فمن هنا جاء الأمل لدينا أن الحياة ما زالت مستمرة وستستمر أيضا، وسيرجع الأمل لكل من عانى واضطهد وخاصة النساء في هذه المناطق. فكانت البداية بالإنهاء وإسقاط هذا التنظيم في وخسارة الكبيرة التي خسرها التنظيم في كوباني من النساء المقاومات، النساء الكرديات اللواتي كانن بمثابة النساء المقاومات القياديات اللواتي استطعنا بإمكانيات بسيطة أن يدافعن عن أرضهن وعرضهن وأن يدافعن عن أنفسهن، وكانت لهن القوة الباسلة اللواتي استطعنا هزيمة هذا التنظيم، لتنطلق من هنا أيضا معركة وثورة 19 من تموز لتشمل كل من بج والطبقة والرقة ودير الزور. فكان الأمل بوحدات حماية المرأة بوحدات حماية الشعب أن جاءوا لتحرير هذه المناطق، لم تقتصر فقط على مدينة كوباني، فهذه المعركة التي كانت هي المعركة العالمية نحن الكبرى التي نعتبرها نحن كشعب هي تحريرنا نحن من هذا الظلم، حيث وجدنا كيف تأثرنا نحن كنساء بالنساء القياديات اللواتي قادن هذه الحرب على داعش، النساء من المكون الكردي حيث كان لديهن النضال القوي في سبيل تحرير أرضهن، وكان لهم الحق أيضا بالعيش حيث كان يمارس بحقهن قبل تنظيم داعش والفصائل المرتزقة، كانوا هم يعانون من القضية الكردية التي أيضا لم يكن لهم الحق بالعيش كما يريدون كأي مكون ثاني في سوريا عامة
كانت هذه القضية هي قضية شعب ومصير شعب عانى وتهجر كثيرا، فكانت النساء هن منظمات وينظمن أنفسهن في عبر المؤسسات اللواتي هن أخذن على عاتقهن بتحرير أنفسهن، بأن تكون قضيتهم قضية المجتمع، قضية المجتمع المضطهد والمرأة المضطهدة أيضا. فنحن كنساء في هذه المناطق دائما نقتدي بالنساء الكرديات اللواتي كاننا دائما هي قياديات وقياديات ناجحات وقادا وتصدا لهذا التنظيم الإرهابي، فكان لنا مثل وقدوة. ومن هذه الاقتداء رأينا كيف شاركت المرأة أيضا في بداية تحرير هذه المناطق لانضمامها إلى القوات العسكرية لتحرر نفسها من ظلم داعش، فشاركت للمرة الأولى تكسر المرأة في هذه المناطق قيود العبودية وتنطلق وتشارك أيضا بالمعارك العسكرية. فهذا كان الانتصار الأول للمرأة وثورة المرأة، حيث شاركت المرأة في المجال العسكري وأثبتت ذاتها، وبمشاركة المرأة الكردية والعربية وجميع المكونات استطعنا أن تكون لنا قوات ووحدات حماية المرأة هي التي تدافع عن المرأة وإرادة المرأة والشعب عامة. فمن هنا جاءت ثورة المرأة بقيادة المرأة بنضال المرأة، حيث قادت المرأة المعارك في الخطوط الأولى، حيث كان تنظيم داعش الإرهابي عندما يقوم بالدعوات للجهاد دائما كان يقول يخاطب الرجال بأن انظروا كيف النساء الكرديات هن نساء قويات، أنتم أين أنتم كرجال من هذه المعارك، فيدعو للجهاد. فكانت النساء الكرديات هي مثل يعطيه داعش، وهذا أكبر دليل على أن النساء الكرديات كانوا قياديات وهن ما زالن وسيصبحن وأصبحن مثلا للعالم أجمع يحتذى به بجميع المكونات. هذه الثورة التي حصلت وتحررت هذه المناطق، وقدمنا نحن كأهالي شمال وشرق سوريا الآلاف من خيرة بناتنا وأبنائنا، فتحرير من داعش هو بمثابة تحرير داعش تحرير العالم بأسره، لأن كان تنظيم داعش هو يهدد العالم بأسره، لم يكن فقط يقتصر على هذه المناطق إنما كان يهدد العالم. ولاحظنا كيف وشاهدنا كيف كانت هناك العديد من الهجمات سواء بفرنسا أو بالعديد من دول الغرب، كانت هناك عمليات تفجير وعمليات إرهابية، وكان تنظيم داعش يتبنى هذه العمليات. فداعش كان خطر على العالم بأسره، فاليوم العالم أيضا هو مدين لكل قطر الدم شهيد بأنه هو دافع ودحر هذا التنظيم الإرهابي بتخليص العالم بأسره من هذا التنظيم الإرهابي. من بعد تحرير هذه المناطق أيضا وتكاتف أبناء شمال وشرق سوريا بجميع مكوناتهم مع بعضهم البعض، جاء تشكيل المجالس والكومينات أيضا بمشروع ديمقراطي، بمشروع أخوة الشعوب، بمشروع وفكر القائد عبد الله أوجلان الذي نادى بأخوة الشعوب، ووجدنا أن هذا المشروع هو الحل الأمثل للشعوب المضطهدة الطواقة إلى الحرية، لكي تكون هذه الشعوب تستطيع أن تخطي خطوات اتجاه الديمقراطية. فبناء المجالس والكومينات وتشكيل الإدارة الذاتية بإدارة أبناء كل منطقة وتشكيل مجالسها الخاصة وإدارة بناتها وأبنائها لها، فهذا إنجاز أيضا عظيم، حيث رغم كل الإمكانيات القليلة التي كانت موجودة، رغم الحرب الدائرة وما تزال الحروب أيضا التي والحروب الخاصة التي تمارس على مناطقنا في الشمال وشرق سوريا، كون نحن نعاني أيضا من حصار خانق وأيضا من قانون العقوبات الذي يتأثر به أهالي شمال وشرق سوريا، وأيضا الحرب التركية التي لم ترق لأردوغان، حيث رأينا كيف قام باحتلال كل من عفرين وتل أبيض ورأس العين بعد تحريرها من تنظيم داعش الذي كان دائما هو من يدعم هذا الإرهاب ويغذيه، ولم يكن خطرا آنذاك على أمنه القومي، فكانت دائما يتم معالجة الجرحى في مشافي تركيا وقدومهم أيضا عن طريق الحدود التركية ومدهم بالسلاح. فقام أيضا بعد تحرير هذه المناطق من داعش باحتلال
كل من عفرين وتل أبيض ورأس العين. فتشكيل الإدارة الذاتية أيضا كان انتصار من انتصارات ثورة 19 من تموز، ومشاركة المرأة في الإدارة الذاتية كان الدور الأبرز للمرأة، حيث لعبت المرأة الدور الأكبر أيضا، وجاءت عملها كرئاسة مشتركة من أهم المكاسب ثورة المرأة، أن تعمل المرأة كرئاسة مشتركة جنبا إلى جنب مع الرجل وتدير الأمور الخدمية، وأيضا مشاركتها في الأحزاب السياسية وجميع المجالات الآن التي تشارك بها المرأة في مناطق الإدارة الذاتية. هذا من أكبر المكتسبات التي حققناها نحن كمرأة في شمال وشرق سوريا، والتي أصبحت مثلا يحتذى به في جميع دول العالم. بعد تشكيل الإدارة الذاتية ومشاركة المرأة مناصفة مع الرجل وقيادة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بجميع مؤسساتها، أيضا وجدنا كيف يتم استهداف رغم الحصار الخانق وفرض العقوبات والقوانين الصارمة التي تأثر بها شمال وشرق سوريا كما ذكرت. فهناك أيضا ضرب دائما يأتي واستهداف للبنى التحتية لكسر مشروع الإدارة الذاتية، ولكن دائما تضرب المنشآت الخاصة بالإدارة الذاتية. تم الاعتراف لهذه اللحظة بالإدارة الذاتية. طبعا الوضع السياسي يلعب الدور الكبير في المنطقة على صعيد سوريا اليوم. الأزمة السورية هي في عامها 14 ولا بوادر لحل الأزمة السورية، على الرغم من المبادرات التي تم طرحها على أن يكون هناك حوار سوري سوري شامل يجمع جميع القوى الموجودة في سوريا، جميع الأبناء سوريا، ليكون الحل بيد السوريين وننتقل إلى سوريا جديدة، سوريا جديدة تلبي طموحات الشعب السوري. يتأثر الوضع السياسي بالمنطقة من خلال الدول المتصارعة في الشرق الأوسط، وهذا ما يعطي عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وسوريا هي جزء أيضا من الشرق الأوسط، وشمال شرق سوريا هو جزء من سوريا، فهو يتأثر تلقائيا في هذه الأوضاع السياسية، كون هناك أيضا نجد تصارع في من قبل القوى المهيمنة، سواء كانت القوى اللاعبة على الساحة، كل من يريد السيطرة على الشرق الأوسط هو يكون القوى العالمية الكبرى، فهذا يأتي أيضا من هذه التصارعات عدم الاعتراف. بعد تأسيس الإدارة الذاتية ورؤية لتطلعات أبناء شمال وشرق سوريا، أيضا تم صياغة العقد الاجتماعي الذي تم التصديق عليه من قبل مجلس الشعوب في إقليم شمال وشرق سوريا. جاء العقد الاجتماعي أيضا من أهم المكتسبات في ثورة 19 من تموز، والعقد الاجتماعي الذي ينص على حفظ حقوق جميع أبناء الشمال وشرق سوريا بجميع مكوناتهم، بجميع فئات، بجميع معتقداتهم وأديانهم، واحترام جميع الثقافات والمعتقدات والأديان. وكان نظام العقد الاجتماعي بمثابة دستور يمكن الاعتماد عليه في أن يكون دستور لسوريا الجديدة. أيضا بعد التصديق على العقد الاجتماعي، رأينا أيضا كيف قام أبناء شمال وشرق سوريا بالتجهيز للانتخابات البلدية ومجالس البلديات حسب العقد الاجتماعي وما ورد وتم التصديق عليه. قمنا نحن أيضا كتجمع نساء زنوبيا والأحزاب السياسية بالإعلان التحالفات أيضا، وكانت هناك انتخابات تمهيدية. فالانتخابات التمهيدية التي حصلت كان هناك رد فعل قوي من قبل، وخاصة الدولة التركية وبعض من يريدون كسر مشروع الإدارة الذاتية، ودائما هم يجدون أي حجة ويضعون الحجج الواهية لأن يضربوا مشروعنا، مشروع الإدارة الذاتية، وكسر مشروعنا باستهداف مناطقنا. ودائما يسعى الاحتلال التركي لكسر إرادة الشعب وترهيبهم وتخويفهم من خلال الهجمات أو من خلال الطيران المسير الذي يستهدف القياديات، القياديين والمناضلين
الناضلين في شمال وشرق سوريا، تسعى تركيا لكسر مشروع الإدارة الذاتية لأنه هو المشروع الناجح وهو الذي يشكل خطر باعتقاد تركيا على أمنها القومي حسب حجج الوهية التي يضعها حزب العدالة والتنمية. كون هذا المشروع هو مشروع يعطي الحق لجميع أبناء الشعب، فهم يخافون من هذا المشروع بأن يكون هناك مشروع أو مطالبة بأن يكون مثل هذا المشروع في أراضيهم. نحن كنساء في المناطق المحررة كان لدينا التأثير المباشر بالنساء من المكون الكردي، حيث كان شاركا وتصدا لأكبر تنظيم داعشي، حيث كان ينظمنا أنفسهن، فنحن أيضا كان لنا المثل، وأصبحنا نحن في ثورة شمال وشرق سوريا أيضا بجميع مكوناتنا كنساء، وخاصة بعد بناء مؤسساتنا الخاصة ونظامنا الخاص. فثورة المرأة في شمال وشرق سوريا هي أصبحت مثل يحتذى به بجميع دول العالم، فرأينا كيف نساء السويداء في سوريا أيضا على صعيد المحلي، كيف نساء السويداء يخرجن أيضا للساحات ويرفعن بأصواتهن وهتافاتهن أيضا ويطالبن بتشكيل إدارتهم الذاتية أيضا، وتكون المرأة هي جزء من الإدارة الذاتية التي ينادي بها أهل السويداء. وأيضا نقارن أيضا ونقيم وضع المرأة في إيران، كيف كانت هناك الانتفاضة التي حدثت وخرجت النساء بعد مقتل الشابة ماسة أميني على يد رجال الدولة، حيث رأينا كيف خرجت النساء بالآلاف إلى الشوارع لترفع أصواتهن ضد الظلم، ضد الطغيان، ضد السلطة الدولة ليقولن لا. فكان هناك الشعار اللواتي رفعنه النساء في إيران، شعار المرأة التي هو أيضا شعارنا في مناطق شمال وشرق سوريا، وشعار المرأة أيضا أصبح عالميا، جن جيان آزادي، المرأة، الحياة، الحرية. فهذا الشعار أصبح عالميا، فهناك تأثير إن قيمنا بثورة شمال وشرق سوريا سواء على الصعيد المحلي، على الصعيد الشرق الأوسط، وعلى الصعيد العالمي أيضا، حيث رأينا العديد من الوفود من دول الغرب تأتي هنا لترى كيف المرأة نظمت نفسها في شمال وشرق سوريا، كيف أسست مؤسساتها الخاصة، كيف حصلت على هذه المكتسبات ونظمت المرأة نفسها، كيف تعمل المرأة كرئاسة مشتركة وتنظيمها الخاص بها، كيف بقوات ووحدات حماية المرأة في الأمن الداخلي في الأحزاب السياسية. دائما تأتي هذه الوفود لترى المرأة كيف تقوم بهذا العمل وكيف قامت به وكيف تناضل، وهذه المكتسبات التي حصلت عليها كيف ستتطورها رغم الصعوبات والتحديات التي نواجهها، لكننا نحن دائما نرفع من وتيرة نضالنا ونستمر في تطوير الثورة ومكتسبات الثورة التي حققناها، وخاصة الآن نحن بصدد صياغة العقد الاجتماعي الخاص بالمرأة، والآن يتم تشكيل لجنة موسعة ولجنة مصغرة لصياغة عقد اجتماعي خاص بالمرأة وحماية مكتسبات ثورة المرأة ولتطويرها أيضا. فالعقد الاجتماعي هذا أيضا من أهم المكتسبات التي نحن نسعى لتطويرها، كونه هو العقد الاجتماعي الأول من نوعه على صعيد العالم أجمع. بمناسبة ثورة 19 من تموز أود أن أوجه رسالة لكل أمهات وزوجات وبنات الشهداء، طبعا ننحل إجلالا وإكراما أمام عظمة شهيداتنا شهدائنا الذين ضحوا بأنفسهم، وندعو جميع نساء العالم للتكاتف لتشكيل وحدة نسائية، لأن يكون لدينا طرح نسائي عالمي بكونفدرالية تشمل جميع النساء في دول العالم في الشرق الأوسط وفي الغرب، تكون هذه الكونفدرالية هي كونفدرالية المرأة التي هي من الأطروحات التي طرحها القائد، لكي يكون هناك حل لقضايا المرأة على الصعيد العالمي، لأن معاناة المرأة في العالم أجمع هي معاناة واحدة، سواء كانت بالعنف أو التعنيف أو إقصاء حق المرأة في جميع مجالات الحياة. فندعو لوحدة النساء، للتكاتف النساء، لأن نكون يدا واحدة لنصنع مرأة ونجعل المرأة حرة أينما كانت وأينما وجدت، وتدافع عن جميع النساء من العنف، وأن تأخذ المرأة حقوقها في كافة مجالات الحياة.